في اخبار عن نادي الزمالك واخبار عن النادي الاهلي. بالنسبه للنادي الاهلي، في مغالاه من نادي الرجاء في ملف رحيمي، ده خلى الاهلي يدخل بقوه لضم علي بن رمضان. بن رمضان ده من الترجي ونال يعني اشاده كبيره من موسيماني، وكان الزمالك حاطط عينه عليه، يعني الزمالك حاطط عينه على بن رمضان يكون بديل ساسي، والاهلي ابتدى يبص على بن رمضان. بن رمضان ده لعيب صغير كلنا شفناه، لعيب هايل، لعيب قوي جدا، بيلعب وسط الملعب وجناح، يعني من اللعيبه الكويسين. والله واحنا عندنا لعيبه كويسين يا جماعه، بس يعني ركزوا معاهم شويه. يعني احنا عندنا لعيبه كويسين. تمام. ده بالنسبه لرحيمي وبن رمضان اللي نادي الاهلي خلاص ابتدى في تحركات لبن رمضان يجسوا نبض الترجي، وعلاقه الترجي بالنادي الاهلي علاقه اعتقد علاقه طيبه. طيب.